السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم في المحاضرة رقم 8 من مقرر مبادئ المحاسبة المالية. احنا كنا بدأنا مع بعض من حوالي 3 أو 4 محاضرات في موضوع الدورة المحاسبية، وقلنا إن الدورة المحاسبية هي مجموعة من الخطوات بيعدها المحاسب لكي يستطيع في نهاية الفترة المحاسبية إنه يعد القوائم المالية. يبقى الهدف النهائي من هذه الخطوات هو إعداد القوائم المالية. طيب قلنا كيف نصل الى خطوه او خطوه اعداد القوائم الماليه؟ قلنا في مجموعه من الخطوات، 6 خطوات ترتيبيه بيقوم بهم المحاسب خلال الفتره. الخطوه الاولى تسجيل العمليات في دفتر اليوميه العامه. الخطوه الثانيه ترحيل العمليات من دفتر اليوميه العامه الى دفتر الاستاذ، وقلنا عمليه الترحيل معناها نقل الارقام من دفتر اليوميه العامه الى دفتر الاستاذ في الحسابات الخاصه بكل عمليه. ثم إعداد ميزان المراجعة قبل التسويات، ثم منه نعد مجموعة من قيود التسوية، الهدف منها ضبط الإيرادات والمصروفات التي تخص الفترة، وده اللي احنا وقفنا عليه لغاية دلوقتي. بعد ما بنعد قيود التسويات بنعيد تاني إعداد ميزان المراجعة النهائي بعد التسويات النهائي، وميزان المراجعة النهائي ده هو اللي منه بنعد القوائم المالية. محاضرة اليوم الهدف منها ان احنا نشوف كيف نعد القوائم المالية، شكل القوائم المالية النهائي عامل ازاي. فهناخد مثال على طول ونشوف كيف نعد القوائم المالية. بيقول فيما يلي الأرصدة المستخرجة من حسابات دفتر الأستاذ اللي هي يعني ميزان المراجعة بعد التسويات. يبقى احنا قلنا ميزان المراجعة هو كشف بالأرصدة زي ما احنا شايفين كده، كشف بالارصده، بتطلع الارصده دي من دفتر الاستاذ. فدفتر الاستاذ في صفحه النقديه او حساب النقديه قال لي ان النقديه مقدارها 40,000، قال لي ان في حساب العملاء او من صفحه العملاء رصيد العملاء 40,000، واحنا عارفين ان دي كلها اصول النقديه والعملاء، فرصيدهم مدين بطبيعته. فطلع الحساب من دفتر الاستاذ زي ما احنا شفنا قبل كده دفاتر الاستاذ، طالع النقديه لها رصيد 40,000 والعملاء 40,000. راس المال وهو حق المالك نتيجة استثماره في الشركة رصيده دائن ب 330,000. السيارات ده أحد الأصول رصيد مدين 60,000. المباني 250,000 وهكذا. فهو هنا بيديني ميزان المراجعة بعد التسويات، يعني بعد أن عملنا قيود التسوية، الأرصدة النهائية للشركة لبنود الشركة وحسابات الشركة في ميزان المراجعة. المطلوب إعداد القوائم المالية، والمقصود بالقوائم المالية قائمة الدخل والميزانية العمومية. طيب كيف نعد القوائم المالية؟ لكي نعد القوائم المالية الخطوة الأولى إن أنا أشوف العناصر اللي هو مديها لي دي كلها، هل هي تظهر في الميزانية العمومية أم تظهر في قائمة الدخل؟ هل هي عناصر ميزانية عمومية عشان أودي العناصر دي للميزانية العمومية، أم هي عناصر قائمة الدخل؟ إيه اللي بيحسم الموضوع؟ احنا عارفين ان قائمة الدخل فيها ايه؟ فيها ايرادات الفترة ومصروفات الفترة. واحنا في المحاضرة الثانية في المنهج تكلمنا عن قائمة الدخل وقلنا ما هي الايرادات وما هي المصروفات. قلنا الايرادات 3 انواع ايرادات عندنا، ايراد خدمات، ايراد ايجار، وايراد فوائد. دول انواع الايرادات. اما المصروفات عندنا مثلا مصروف الرواتب، مصروف الصيانة، مصروف الايجار، مصروف التأمين، مصروف الإعلام، مصروف المياه والكهرباء، كل دي عناصر مصروفات. طب الميزانية العمومية إيه اللي فيها؟ اللي في الميزانية العمومية ما لنا ما نملكه، ما تملكه الشركة يعني، وهي أصول الشركة، وما علينا ما علينا للمالك اللي هو حقوق الملكية، حق المالك، وما علينا للآخرين اللي هي إيه؟ الخصوم أو الديون التي على الشركة. فالنقطة البداية لكي نستطيع إعداد القوائم المالية دي أرصدة اللي هي في ميزان المراجعة طلعت في نهاية السنة. عايز بقى أعد القوائم المالية، طب نعدي على كل بند من البنود ونشوف هل البند ده يذهب إلى الميزانية العمومية أم إلى قائمة الدخل. أول بند النقدية، النقدية طبعًا من عناصر الأصول. وطالما النقدية من عناصر الأصول يبقى تروح إلى الميزانية العمومية، يبقى أول حاجة النقدية تذهب إلى الميزانية العمومية في بند الأصول. واحنا عارفين ان الاصول مجموعتين، اصول قصيرة الاجل او متداولة، واصول طويلة الاجل اي غير متداولة. النقدية من عناصر الاصول قصيرة الاجل، عمرها قصير. البند الثاني العملاء.
العملاء دول العميل بتاعي اللي انا بقدم له الخدمه على الحساب، يبقى عملاء دي معناها ديون لنا عند الاخرين، حق لنا عند الاخرين، يبقى دي احد ممتلكات الشركه. زي ما قلنا العملاء هي نقديه خاصه بالشركه ولكنها مش في خزينه الشركه، هي عند العميل. يبقى انا عايز من العميل فلوس فلنا عند العميل حق، يبقى ايضا دي من عناصر الاصول وهي ايضا اصل متداول. طيب البند الثالث راس المال. راس المال هو حق المالك في هذه الشركه، يبقى راس المال هو حقوق الملكيه او هو احد حقوق الملكيه، لان احنا قلنا المالك له حقين عندنا، له راس المال وبضيف له عليه الارباح واخصم منه ما سحبه اللي هي المسحوبات، يبقى دي كده راس المال احد حقوق المالك. طيب بعد كده في البنود السيارات. السيارات هي احد ممتلكات الشركه، هي اصل من اصول الشركه، يبقى هنودي السيارات اهي من ضمن مجموعه الاصول، ولكن خلي بالنا السيارات هي اصل تملك الشركه قصير الاجل ام طويل الاجل، متداول اي قصير الاجل ام غير متداول طويل الاجل. لا السيارات اصل طويل الاجل. زي السيارات المباني، يبقى المباني ايضا من ضمن اصول الشركه، من ضمن ممتلكات الشركه قصير طويله الاجل. الدائنون. الدائنون هو التزام او خصوم على الشركه، دين على الشركه. ليه؟ اشترينا سياره ولم نسدد، اشترينا مبنى ولم نسدد، فاصبح علينا خصوم، اصبح علينا التزام للاخرين، فده دين على الشركه للاخرين يسمى دائنون. يبقى ده يظهر في عناصر ايه؟ في عناصر الخصوم. يبقى اذا الدائنين من عناصر الخصوم. المصروفات المستحقه، واتكلمنا على دي المره السابقه. كلمة مصروف لوحدها كده تعني مصروف، زي مصروف إيجار، مصروف رواتب. أما مصروف مستحق أي إيجار مستحق، مستحق يعني لم نسدده. فالمصروفات لو أضيف إليها كلمة المستحقة تعني أن هذا خصوم، هذا دين على الشركة نتيجة عدم سداد المصروف. يبقى المصروفات المستحقة هي خصوم على الشركة نتيجة عدم سداد قيمة مصروف معين. لم نسدد الرواتب للعاملين فاصبح علينا دين للعاملين، الدين ده اسمه ايه؟ رواتب مستحقه، مستحقه السداد علينا. ايراد خدمات. الايرادات طبعا هي عناصر قائمه الدخل، فالايرادات هنا تذهب الى قائمه الدخل. ايراد الايجار. الايراد هو احد بنود الايرادات في قائمه الدخل، يبقى يذهب لقائمه الدخل. مصروف رواتب هو احد المصروفات يذهب الى قائمه الدخل، كل البنود دي ايرادات ومصروفات تذهب الى قائمه الدخل. لكن خلي بالك لو قلت لك رواتب مستحقه يبقى ده مش مصروف، يبقى ده ايه؟ لو قلت رواتب مستحقه يبقى ده احد الخصوم. زي فوق اهي مصروفات مستحقه دي احد الخصوم. اما المصروف نفسه فهو عنصر من عناصر قائمه الدخل. يبقى اذا رواتب ده مصروف. لو لم تسدد هذه الرواتب يبقى في مصروف اسمه رواتب وكمان لم يسدد يبقى اصبح علي خصوم، علي التزام. مصروف صيانه هو احد عناصر المصروفات بقائمه الدخل، يبقى ده يذهب الى قائمه الدخل. كده احنا صنفنا البنود من يذهب الى الميزانيه العموميه ومن يذهب الى قائمه الدخل. نبدا نعد القوائم الماليه. اول قائمه ماليه هنعملها يجب ان تكون هي قائمه الدخل، يبقى احنا بنعمل الاول ايه؟ قائمه الدخل. ليه؟ لسبب بسيط. لأن قائمة الدخل هاخد فيها الإيرادات ماينص أو إيرادات ناقص المصروفات عشان أطلع منها الربح. فالربح اللي يطلع من قائمة الدخل هاخده أضيفه لحقوق المالك في الميزانية العمومية. مش إحنا قلنا المالك ليه عندنا رأس المال وبضيف له عليه الأرباح وأخصم منه المسحوبات؟ طب رأس المال موجود أهو، أين الأرباح؟ يبقى أنا لازم الأول أحسب الأرباح، يعني أعمل قائمة الدخل أولاً وبعدين اخد الارباح دي اضيفها لحق المالك في الميزانيه العموميه، هي دي الرابط بين القائمه الماليه. طيب تعال نشوف الكلام ده هيتعمل ازاي. يبقى اولا نعد ايه؟ قائمه الدخل. مين هيروح قائمه الدخل؟ هي بنود الايرادات والمصروفات اللي احنا اتفقنا عليها دول. اهو بندين ايرادات وبندين مصروفات. يبقى اللي هيروح قائمه الدخل ايراد الخدمات وايراد الايجار ويروح مصروف رواتب ومصروف صيانه. يبقى اذا قائمه الدخل شكلها عامل ازاي؟ شكل قائمه الدخل كده. بنقول فيها ايرادات ناقص مصروفات عشان اصل الى صافي الربح. بيتعمل لها عمودين جزئي وكلي. ايه عمودين الجزئي والكلي دول؟ الجزئي عشان احط تفاصيل الايرادات في العمود الجزئي زي ما هنشوف، ومجموعهم اطلعه في العمود الكلي، يبقى بره هحط في العمود الكلي اجمالي الايرادات، لكن اين التفاصيل؟ في العمود الداخلي.
ثم المصروفات احط تفصيلات المصروفات في العمود الجزئي، وبعدين اطلع الاجمالي بتاع المصروفات ده هنا في العمود الكلي، يبقى عندي في العمود الخارجي الكلي اصبح اجمالي الايرادات ناقص اجمالي المصروفات عشان اصل الى صافي الربح. طب دي الاجماليات، اين التفاصيل؟ توضع في العمود الجزئي. ده معنى العمود الجزئي والكلي. طيب نبدا نشوف اين ايرادات الشركه. كان عندنا في المثال ايرادين، ايراد الخدمات كان ب 100,000 ريال وايراد الايجار كان ب 30,000 ريال. يبقى اذا الايرادات ايراد خدمات ب 100 وايراد ايجار ب 100، دي اجمالي الايرادات. اروح جامعهم كده، لما بجمع اي شيء بحط خط تحتيها زي ما احنا شايفين كده، واطلع الاجمالي في العمود الكلي اهو، يبقى ده اجمالي الايرادات. طب اين تفاصيل هذه الايرادات؟ في العمود الجزئي نلاقي التفاصيل. يبقى دي الايرادات، تحتيها اقول ناقص المصروفات، يبقى هقول ناقص المصروفات. ايه المصروفات اللي كانت عندنا في المثال؟ كان عندنا مصروف رواتب ب 50,000، مصروف صيانه ب 40,000، يبقى دول المصروفات. اخد خط تحتيهم زي ما احنا شايفين كده، واطلع اجمالي المصروفات في العمود الخارجي. يبقى اصبح العمود الخارجي فيه اجمالي الايرادات ناقص اجمالي المصروفات. كلمه ناقص في المحاسبه احيانا نحط الرقم قدامه اشاره سالبه، يعني احط قدام الرقم اشاره سالب، او احط رقم بين قوسين زي ما احنا شايفين كده في المصروفات، حطيت رقم بين قوسين، بين قوسين ده معناه ان رقم اخذ اشاره سالبه، ده عرف المحاسبين متعارفين عنه. يبقى اذا اجمالي الايرادات ناقص اجمالي المصروفات اصل في النهايه الى صافي الربح. يبقى صافي ربح الشركه طلع كام؟ 40,000 ريال. كده احنا خلصنا قائمة الدخل، ده شكل قائمة الدخل. ايرادات ناقص مصروفات نصل الى الارباح. طيب نروح نعد الميزانية العمومية. ده شكل الميزانية العمومية النهائي. ايه هو شكل الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية بنحط فيها الاصول على اليمين ما لنا وما علينا على اليسار، ونكتب في النص ان ده الميزانية العمومية لسنة كذا. مش قائمة الدخل اسف، دي الميزانية العمومية لعام كذا. طيب الأصول على اليمين والخصوم وحقوق المالك على اليسار، يبقى ده ما لنا على اليمين وما علينا على اليسار. طيب إيه كان لنا هنا؟ كان من ضمن الأصول اللي احنا حددناها في المثال نقدية وعملاء وسيارات ومباني، مش كده؟ بس هنا احنا محتاجين نقسم الأصول، نقسم ممتلكات الشركة إلى مجموعتين، أصول متداولة اللي هي قصيرة الأجل وأصول طويلة الأجل. طيب ايه هي الاصول قصيره الاجل اللي كانوا في المثال؟ النقديه اصول قصيره الاجل، العملاء قصيره الاجل، وفي كمان عندنا حاجات احنا خدناها في المحاضره الاولى زي المهمات اللي هي ادوات النظافه وادوات الكتابيه اللي في المخازن، دي اصول قصيره الاجل، زي اوراق القبض اصول قصيره اجل وهكذا. يبقى دول الاصول قصيره الاجل بنحطهم تحت بعض كده زي ما احنا شايفين، نقديه عملاء، واخد خط تحتهم معناها ان انا عايز اجمع، الخط ده معناه اني هجمع وطلع الاجمالي بره، يبقى ده اجمالي الاصول قصيره الاجل. نفس الكلام في الاصول طويله الاجل، هقول عندي سيارات ومباني. طيب ايه تاني كان عندنا اصول طويله الاجل خدناها قبل كده؟ سيارات، مباني، اراضي، اثاث، معدات، اجهزه، كل دي اصول معمره، سلع معمره طويله الاجل. فهحط السيارات في العمود الداخلي الجزئي 60,000 والمباني 250,000، يبقى اذا اجمالي الاصول طويله الاجل هطلعها في العمود الخارجي 310,000. أصبح في العمود الخارجي عندي رقمين، الرقم الأول 80,000 ده إجمالي الأصول المتداولة، الرقم الثاني 310,000 ده إجمالي الأصول طويلة الأجل، أجمعهم على بعض أصل إلى إجمالي أصول الشركة 390,000، يبقى ما تملكه الشركة ما لنا 390,000. طيب ما علينا؟ هنلاقي ما علينا كان في خصوم اللي هي الالتزامات أو الخصوم، وفي حقوق الملكية. الخصوم هي الديون التي علينا للغير. ايه كان علينا ديون للغير؟ لو رجعنا للمثال هنلاقي كان في خصمين علينا، الدائمون ب 15,000 والمصروفات المستحقه ب 5,000، يبقى اجمالي الخصوم على الشركه اجمالي الالتزامات بكام؟ 20,000. نروح لحقوق الملكيه. حق الملك قلنا ثلاث حاجات، راس المال، وراس المال هو قيمه ما استثمره المالك في هذه الشركه، فلو رجعنا هنلاقي راس المال كان 30,000 زائد الارباح التي حققتها له الشركه. هنجيب الارباح دي منين؟ ما كانش عندنا في البيانات المعطاه ارباح، عشان كده احنا حسبنا قائمه الدخل الاول، قلنا ايرادات ناقص مصروفات، وطلعنا منها الربح كان كام؟ الربح 40,000. يبقى ما هو حق المالك؟
حق المالك رأس المال هو ما استثمره بيده في الشركة، الأموال اللي هو ضخاها في الشركة 330,000 زائد الأرباح التي حققتها له الشركة 40,000، ولو كان سحب أي شيء من الشركة كنا خصمناها منه اللي احنا بنسميها المسحوبات. يبقى حق المالك الثلاثة دول، رأس مال زائد أرباح ناقص مسحوبات. المثال ما كانش فيه مسحوبات، يعني المسحوبات صفر. إذا كم يكون حق المالك؟ حق المالك هو إجمالي حقوق الملكية 330,000 زائد 40,000 ناقص صفر، يعني 370,000. يبقى إذا إجمالي ما علينا هو إجمالي الالتزامات 20,000 زائد إجمالي حق المالك 370,000 خصوم وحقوق ملكية، معا يدي ما على الشركة. هنلاحظ بقى ان اجمالي ما لنا، اجمالي الاصول تساوي اجمالي الخصوم زائد حقوق الملكيه. يبقى كده الميزانيه متوازنه. يبقى احنا وصلنا في نهايه المراحل او نهايه الدوره المحاسبيه الى اعداد قوائم ماليه اللي هي قائمه الدخل والميزانيه العموميه، وعلى هذا النحو تنشر هذه القوائم في الجرائد. لمن يريد معلومات عن الشركه يقراها في هذه القوائم الماليه. طيب عندنا ملحوظه مهمه عشان دي تجينا في الاختيارات، ممكن أن كل القوائم المالية سواء كانت قائمة الدخل اللي احنا درسناها أو قائمة التدفقات النقدية اللي احنا ما درسناهاش أو قائمة التغيرات في حق المالك اللي احنا برضو ما درسناهاش، كل القوائم المالية تعبر عن فترة زمنية. يعني أقول إيه؟ أقول الأرباح دي تحققت في لحظة ولا تحققت خلال السنة؟ لا، الأرباح تحققت خلال السنة. يبقى قائمة الدخل تعد لتحسب الأرباح عن سنة، عن فترة. نفس الشيء في قائمة التدفقات النقدية، نحن لم ندرسها ولكن هي كذلك. بقول ما هي التدفقات النقدية، ما هي النقدية التي دخلت الشركة وخرجت من الشركة طول الفترة. يبقى إذن كل القوائم المالية تعبر عن فترة زمنية فيما عدا الميزانية العمومية. وأنا قلت لكم المعلومة دي قبل كده أو الملحوظة دي قبل كده. الميزانية العمومية هي تحسب ما لنا وما علينا في هذه اللحظة فقط، وفقط في هذه اللحظة. كأنك بتصور لحظة في نهاية الفترة وتقول هذا ما لنا وهذا ما علينا في هذه اللحظة. يبقى كل القوائم المالية تعبر عن فترة، عن مدة، ما عدا الميزانية العمومية تعبر عن لحظة زمنية أو لحظة محددة. طيب كده احنا خلصنا محاضرة اليوم. أنا متعمد أن محاضرة اليوم تكون بسيطة وصغيرة عشان نبدأ نحل شوية ونشوف الأسئلة اللي احنا كنا سايبينها من المرة اللي فاتت، بقية الأسئلة بتاعت الوحدة، ونرجع برضو الأسئلة من الأسئلة السابقة كده نشوف احنا فهمنا من هاي. ناخد السؤال الأول ده استكمالا للمحاضرة السابقة بقية الأسئلة. القائمة التي تعبر عن لحظة زمنية هي مين؟ خلاص قلنا الميزانية العمومية. يلا جاوبوا معايا بسرعة بقى كده. السؤال الثاني، وفقا للمعايير المحاسبية فإن الإيرادات تسجل في الدفاتر عند تحصيل النقدية من العملاء؟ لا، قلنا الإيراد ليس له علاقة بالتحصيل. تسجل في الدفاتر عند تقديم الخدمة للعميل؟ نعم، ولكن بكم؟ بقيمة الخدمة المقدمة. يبقى هي الإجابة ده، وإحنا أعتقد حلينا السؤال ده المرة. ستة، الإيرادات تسجل دائما في الجانب المدين؟ لا يوجد إيراد يسجل في المدين مطلقا. تسجل دائما في الجانب الدائم؟ نعم، دي صحيحة. طب جيم خطأ ليه؟ هل الإيرادات يفصح عنها بالميزانية العمومية؟ مش ممكن، الإيرادات ليس لها علاقة بالميزانية. الإيرادات والمصروفات تدخل إلى قائمة الدخل، الميزانية فيها الأصول والخصوم وحق المالك. تسجل الإيرادات تسجل بمقدار النقدية المحصلة؟ لا، الإيرادات لا تسجل بمقدار النقدية، وإنما تسجل بمقدار قيمة الخدمة المقدمة. طب سؤال رقم 20، أي مما يلي لا يعد من القوائم المالية؟ قائمة المركز المالي، دي من القوائم المالية ولا لا؟ نعم، الميزانية العمومية إحدى القوائم المالية. قائمة الدخل، نعم، إحدى القوائم المالية. قائمة التدفقات النقدية، نعم، إحدى القوائم المالية. يبقى إيه هو اللي لا يعد من القوائم المالية؟ هي قائمة القرارات الإدارية، دي ليست أحد القوائم المالية. طيب ده سؤال من الأسئلة المهمة. فيما يلي بعض البيانات المستخرجة من دفاتر أحد الشركات أو إحدى الشركات، طلع لي بيانات مستخرجة من الدفاتر. قال لي في إيه؟ مصروف صيانة، مصروف رواتب، مسحوبات المالك، رأس مال، مصروف كهرباء، إيراد خدمات، إيراد إيجار. سؤاله إجمالي المصروفات كام؟ جمع بقى المصروفات من هنا. ده أنا هنا بسألك في إيه؟ بسألك هل أنت تعرف طبيعة البنود، مين مصروف ومين إيراد ومين أصل ومين التزام وهكذا. يبقى ما هي المصروفات؟ المصروفات هنا عبارة عن إيه؟ ها، أول حاجة عندنا ها مصروف الصيانة. يبقى الصيانة 50,000 ريال،
زائد مصروف رواتب. كم مصروف الرواتب؟ 20,000 ريال، زائد مصروف الكهرباء، ده احد المصروفات، يبقى مصروف الكهرباء كام؟ 5,000 ريال. يبقى اجمالي المصروفات بتاعت الشركه كام؟ الايراد ده مش من المصروفات، راس المال مش من المصروفات، المسحوبات مش من المصروفات. يبقى اين المصروفات؟ المصروفات زي ما احنا قلنا عندنا مصروف صيانه، مصروف رواتب، مصروف كهرباء، هي دي المصروفات. يبقى اجمالي المصروفات 50 زائد 20 زائد 5، يبقى الاجمالي كام؟ 75,000. يبقى اجمالي المصروفات 75,000. طيب الايرادات، السؤال الثاني، اجمالي الايرادات، اين الايرادات؟ لو رجعنا كده للايرادات هنلاقي الايرادات عندنا في ايه؟ ها، ايراد الخدمات ده احد الايرادات، ايراد الايجار ده احد الايرادات، بس ما فيش ايرادات ثانيه. يبقى ايراد الايجار ب 20 والخدمات ب 100، يبقى اجمالي الايرادات 120. اظن السؤال زي كده لو جالنا في الاختبار يبقى سؤال سهل نحله بسهوله. طيب صافي الربح يساوي، صافي الربح هو الايرادات 120,000 ناقص المصروفات 75,000، يبقى صافي الربح يساوي 120,000 ناقص 75,000. الايرادات 120,000 ناقص المصروفات 75,000، يبقى اذا صافي الربح يساوي كام؟ يساوي 45,000. واضحه دي؟ طيب ممتاز. سؤال 19، وهقول لكم في الاختبار ممكن اعمل معاكم ايه فيها. سؤال 19 اداني بيانات اخرى مستخرجه من دفاتر احد الشركات. النقديه 20,000، راس المال 50,000، المخزون 80,000، الدائنون 30,000، القروض 20,000، الاثاث 60,000، السيارات 40,000، الاراضي 100,000، ادى بنود كتير. وطالب في السؤال الاولاني اجمالي الاصول المتداوله. اجمالي الاصول المتداوله، الاصول قصيره الاجل. يعني انا طبعا في الاختبار مش هقدر اقول لك انت اعمل قوائم ماليه بايدك، لان الاختبار كله اختيارات. فانا بدي لك البيانات وبقول لك لو انت بتعمل القوائم الماليه مين بقى الاصول المتداوله اللي هتحطها. يبقى النقديه من عناصر الاصول المتداوله، ممتاز. راس المال لا مش من الاصول. طب المخزون من عناصر الاصول المتداوله، صحيح. المخزون هو بضاعه تملكها الشركه في المخازن، يبقى ده من الاصول. الدائنون ليس من الاصول المتداوله، ده خصوم على الشركه. القروض خصوم على الشركه. الاثاث، ها الاثاث اختنا عبير بتجاوب بتقول ان الاثاث يعد من الاصول المتداوله، لا الاثاث من الاصول طويله الاجل. الاصول المتداوله هي قصيره الاجل، يبقى الاثاث من الاصول طويله الاجل وليس المتداوله. هو بيسالني هنا على المتداوله، يبقى الاثاث لا. نفس الشيء السيارات ليست من الاصول المتداوله، الاراضي ليست من الاصول المتداوله. احنا قلنا الاثاث والسيارات والاراضي والمباني والاجهزه والمعدات، كل ده يعد اصول طويله الاجل. الاصول قصيره الاجل هي التي تستخدم في خلال فتره قصيره، عاده سنه زي ما قلنا او دور التشغيل. طيب يبقى ما هي اجمالي الاصول المتداوله هنا؟ نقديه ومخزون 20,000 زائد 80,000، يعني الاجمالي كام؟ 100,000. طيب نروح للسؤال اللي بعده. بيقول ما هي الاصول طويله الاجل؟ الاصول طويله الاجل هي الاصول التي تستخدمها الشركه على مدى زمني اطول من عام. هنا مين اصول طويله اجل؟ في الاثاث اصل طويل الاجل، السيارات اصل طويل الاجل، والاراضي اصل طويل الاجل. يبقى دول الاصول الثلاثه طويله الاجل. يبقى اجمالي الاصول طويله الاجل اثاث 60، سيارات 40 100، واراضي 100، يبقى اجمالي 200,000. يبقى الاصول طويله الاجل 200,000 والمتداوله كانت 100,000. السؤال الثالث اجمالي الاصول، ما هو اجمالي الاصول هو الاصول المتداوله زائد الاصول ايه؟ قصيره الاجل، اسف طويله الاجل، يبقى الاثنين دول معا هما اجمالي الاصول، يبقى اذا اجمالي الاصول كام؟ 300,000 ريال. السؤال اللي بعد كده بالضبط 300,000، ممتاز افرح. اجمالي الخصوم، الخصوم هي الديون التي على الشركه للاخرين. فين الخصوم هنا؟ مين يحدد الخصوم؟ الخصوم عندنا هنا خصمين موجودين، الدائنون والقروض، هي دي الديون اللي على الشركه. ممتاز. يبقى الخصوم كام؟ 30,000 دائنون، 20,000 قروض، يبقى الخصوم 50,000 ريال. واضح السؤال ده يا شباب؟ واضح السؤال ده؟ لا، القرض ليس
اي نعم، القروض والدائنون هم بس الديون اللي على الشركه، دائنون وقروض. السؤال ده ممكن يجي في الاختبار ازاي يا شباب؟ ممكن يجي زي ما انا جبته كده في شكل سؤالين، سؤال بيتكلم على الايرادات والمصروفات والربح، وسؤال يتكلم على الاصول والخصوم. لكن ماذا لو جمعتهم في سؤال واحد؟ يعني اديت لك بيانات المصروفات والايرادات دي كلها مع بيانات الاصول والخصوم، كل البيانات دي مع بعض في سؤال واحد، وقلت لك منهم طلع المصروفات وطلع الايرادات وطلع الربح وطلع الاصول المتداوله والاصول طويله الاجل وهكذا، يبقى فيها مشكله دي؟ انا كنت اعمل لكم سؤال زي كده وكنت حاطه لكم في الواجبات، وهتلاقوه محلول عندكم في الواجبات السابقه. يبقى انا لو جبت لك سؤال في كل البيانات وطلبت منك انك تحل كل المطلوبات دي في سؤال واحد ما فيهاش اي مشكله. واضحه؟ ارجو ان دي تكون واضحه، لان ده سؤال من الاسئله المهمه في الاختبارات، بيجي سؤال اساسي بيبقى عليه حوالي 6 أو 7 اختيارات، يعني السؤال ده لوحده ب6 أو 7 اسئله، وان شاء الله سهل جدا ما فيهوش اي شيء، وهتلاقوني حاطط لكم منه نماذج كتير في الاسئله، وممكن لو خلصنا اعمل لكم نموذج كمان عليه، سؤال ثاني كمان عليه. طيب نروح للاسئله بتاعه المحاضره رقم 5 اللي هي كنا بنسجل فيها قيود اليوميه. نراجع كده شويه على قيود اليوميه تيجي ازاي في الاختبار. لو قال لي كل مما يلي يعد من العناصر المدينه ما عدا، يعني هو عايز العنصر الذي ليس مدينا. رأس المال مدين أم دائن؟ دائن. النقدية مدين أو دائن؟ احنا قلنا ايه هي المدينة؟ الأصول مدينة، المصروفات مدينة، المسحوبات مدينة. طب النقدية من الأصول يبقى مدينة، المسحوبات مدينة، المصروفات كلها مدينة، يبقى مين هنا اللي ليس مدينا؟ رأس المال. رأس المال دائن، ولازم نبقى فاكرين يا شباب دي حاجه مهمه جدا. ايه هي العناصر المدينه وايه هي العناصر الدائنه؟ المدينه هي الاصول، كل الاصول، كل المصروفات، كل المسحوبات، دي عناصر مدينه. الدائن هي كل الخصوم، الديون اللي على الشركه دائنه، راس المال والايرادات، دي كده العناصر الدائنه. طيب السؤال الثاني، الترتيب الصحيح لخطوات اعداد القوائم الماليه اللي هي الدوره المحاسبيه، الترتيب الصحيح بتاعنا ايه؟ الترحيل للاستاذ التسجيل في دفتر اليوميه العامه، لا اقف كده خطا، ما يجيش الترحيل للاستاذ قبل التسجيل في اليوميه العامه. الترحيل للاستاذ ثم اعداد ميزان مراجعه ثم التسجيل في اليوميه العامه برضه خطا. امال ايه الترتيب الصحيح؟ الترتيب الصحيح هو للخطوات اللي احنا اشتغلنا عليها، التسجيل في دفتر اليوميه العامه ده الخطوه الاولى، ثم الترحيل للاستاذ، ثم اعداد ميزان مراجعه، ثم لو في تسويات نعد تسويات، ما فيش تسويات نروح نعمل قوائم ماليه على طول. يبقى الاجابه الصحيحه، ممتاز افراح، الاجابه رقم ج. السؤال رقم 3، التسجيل في المدين، التسجيل في المدين يؤدي الى ايه؟ زياده الايرادات ولا زياده راس المال ولا زياده المصروفات ولا نقص الاصول؟ نعم، هو مين في العناصر دي طبيعته مدين؟ المصروفات طبيعتها مدين والاصول طبيعتها مدين، يبقى لو سجلت حاجه طبيعتها مدين في المدين تؤدي الى زيادتها، يبقى المدين هنا يؤدي الى زياده ايه؟ زياده المصروفات. لكن الايرادات وراس المال طبيعتهم دائن، فلو حبيت ازود الدائن اسجله دائن مش مدين. الاصول طبيعتها مدين، فلو حبيت انقصها احطها دائن مش مدين. يبقى الحاجه المدينه لما تزيد تجعل مدين، يبقى المدين يؤدي الى زياده ايه؟ زياده المصروفات. ممتاز عبير. رقم 4، التسجيل في الدائن يؤدي الى ايه؟ التسجيل في الدائن اما يزود العناصر الدائنه او يخفض المدين. طيب يبقى يؤدي الى زياده الايرادات ولا نقص راس المال؟ لا خلي بالك ده راس المال دائن، لو اتحط دائن لا ينقص، يبقى دي خطا. طب الايرادات دائن، لو اتحط الدائن تزيد، يبقى هي دي الاجابه الصحيحه. طب المصروفات مدين، لو اتحط الدائن زي ما هو بيقول تنقص مش تزيد. الاصول مدين، لو اتحطت في الدائن تنقص، يبقى الدائن يؤدي الى زياده الايرادات. هي دي الاجابه الصحيحه. لا صح، الاجابه الصحيحه هنا هي زياده الايرادات. ليه افرح ده الخطا؟ التسجيل في الدائن لا يؤدي الى نقص راس المال، لان راس المال طبيعته ايه؟ راس المال دائن، فالتسجيل في الدائن يزيد راس المال ولا ينقصه. وضحت؟ نعم بالضبط كده. سؤال 5، يتم تسجيل العمليات في، بنسجل العمليات في اللي هو العمليات اللي تسجل بصوره يوميه في دفتر ما اسموش البيانات، اسمه دفتر اليوميه العامه، تسجل العمليات في دفتر اليوميه العامه ثم ترحل الى دفتر الاستاذ. ممتاز يا عبيد.
سؤال ستة، إذا تم شراء مبنى، تم شراء مبنى، دي العملية الأولى بمبلغ كام؟ 100,000 ريال. يبقى أصل العملية، أنا قلت أي عملية ليها أثرين، أثر أساسي وأثر إيه تابع. الأثر الأساسي هو لغاية هنا اشترينا مبنى ب100,000 ريال، كويس؟ يبقى الأثر زيادة المباني. طب زيادة المباني نسجل بقى المباني مدين ولا داين؟ طالما المباني زادت، المباني من الأصول وزادت تسجل مدين، ممتاز تسجل مدين. يبقى أنا عندي في اختيارين هنا، المباني مدين، مش كده؟ يبقى تسجل المباني مدين. طيب أنا اشتريت المبنى بكام؟ ب100,000. أسجل المباني مدين ب100 ولا ب40؟ ب100، يبقى أكيد هو ده الاختيار الصحيح. طيب الطرف الآخر من القيد، نروح نكمل بقى الاختيار، الطرف الآخر من القيد المفروض يبقى إيه؟ ها، اشترينا مباني فزادت المباني بقيمة المبنى المشترك ب100,000 مدين، دفعنا منها نقدية 40,000، فنقصت النقدية، والنقدية من الأصول طبيعتها مدين، لما تنقص تجعل ايه؟ دائن بمقدار ما سدد 40، يبقى نقصت النقدية فجعلت دائن ب40، يبقى كده احنا ماشيين صح. والباقي على الحساب، على الحساب يعني اصبح علينا خصوم، اصبح علينا دين للدائنون، والخصوم اللي علينا طبيعتها دائن، لما تزيد تجعل ايه؟ تجعل دائن، يبقى الدائنون دائن ب60,000. يبقى هو ده القيد الصحيح. واضح كده؟ طيب سؤال رقم 7، استثمر المالك مبلغ 20,000 ريال نقدا. استثمر المالك دي على طول تترجم الى رأس مال، كون المالك استثمر يبقى هو بيزيد حقه في الشركة نتيجة استثماره. نقدا يعني معناها زادت النقدية، يبقى استثمر المالك معناها زاد رأس المال، نقدا يبقى زادت النقدية. طب رأس المال طبيعته ايه؟ دائن، لما يزيد يجعل دائن، والنقدية طبيعتها مدين، لما تزيد تجعل مدين. يبقى القيد بتاعنا ايه؟ رأس المال يزيد دائن، والنقدية تزيد مدين. يبقى الإجابة الصحيحة فين هنا؟ ده في خطأ السؤال ده، رأس المال هنا دائن مش مدين، رأس المال دائن والنقدية هي لا مش دي. اوكي بصوا يا شباب، هنا في تكرار في الاختيار ده، الاختيار ده متكرر مرتين، والاختيار الاخير اهو، النقدية مدين بدل الإيرادات يبقى رأس المال، يبقى رأس النقدية مدين ورأس المال ايه؟ ورأس المال دائن، يبقى هو الاختيار الاخير. لا، رأس المال مش مدين، رأس المال طبيعته دائن، وانا قلت لكم ابدا لا يأتي رأس المال مدين. المالك حط فلوس في الشركة، فنقدية الشركة زادت، انا بتكلم من وجهة نظر الشركة، يبقى النقدية زادت فتجعل النقدية ايه؟ مدين. والإيرادات مفيش بقى إيرادات، هتبقى رأس المال، رأس المال زاد فيجعل ايه؟ دائن. هو السؤال ده فيه خطأ في الاختيارات بتاعه، انما هو الاختيار الصحيح بتاعه رأس المال دائن والنقدية ايه؟ والنقدية مدين. هو بس فيه خطأ في الاختيار الاخير ده، المفروض انه رأس مال مش ايرادات. واضحة دي؟ طيب نروح للسؤال رقم 8، قدمت الشركة خدمات للعملاء بمبلغ 100,000 ريال على الحساب. قدمت الشركة خدمات للعملاء بمبلغ 100,000 ريال على الحساب. احنا قلنا مع بعض قدمت الشركة خدمات للعملاء بمبلغ 100,000 ريال، نقف هنا ونسجل اصل العملية وبعدين نشوف الاثر التابع. قدمت الشركة خدمات، قلنا قدمت خدمات ده يبقى اسمه ايراد يسجل، حتى لو لم نحصل يبقى في زيادة في ايراد اسمه ايراد الخدمات بمبلغ 100,000، والايراد طبيعته دائن، وقلت لك ابدا الايراد لا يأتي مدين، الايراد دائن، لما يزيد يجعل ايه؟ يجعل دائن، يبقى ايراد الخدمات دائن ب100,000. على الحساب يعني لنا عند العملاء، يبقى في زيادة هنا في الفلوس اللي عايزينها من العملاء، ودي احد الاصول، يبقى في زيادة في العملاء بمبلغ 100,000، والعملاء من الاصول طبيعتها ايه؟ طبيعتها مدين، فزيادة العملاء مدين. يبقى القيد هنا زيادة في العملاء مدين، وزيادة في ايراد الخدمات دائن، يبقى الخيار باء ممتاز يا عبير، زيادة في العملاء مدين وزيادة في ايراد الخدمات دائن. هل فيها صعوبة القيود دي، قيود اليومية، ان احنا نختار بينها؟ حاول تعمل القيد بسرعة واختار، هتطلع الامور ان شاء الله كويسة. سؤال رقم 9، تم شراء سيارة بمبلغ 25,000 ريال. تم شراء سيارة بمبلغ 25,000 ريال، دفعت الشركة منها نقدا 5,000 ريال، ووقعت كمبيالة بالمبلغ المتبقي. نفس الفكرة اللي خدناها، تم شراء سيارة بمبلغ 25,000، ده اصل العملية، يبقى زيادة في السيارات بمبلغ 25,000، والسيارات من عناصر ايه؟ الاصول، طبيعتها مدين، فزيادة المدين يجعل مدين.
يبقى السيارات مدين ب25,000. فين هنا اختيار السيارات مدين ب25,000؟ في اختيارين يمشوا ألف وباء. طب نكمل. دفعت الشركة منها نقدا 5,000، دفعنا يبقى نقص في النقدية، والنقدية من العناصر المدينة من الأصول، فلما تنقص تجعل إيه؟ دائن. يبقى فين الخيار اللي فيه النقدية دائن؟ أهو ده، يبقى الاختيار ده فيه نقدية دائن وده فيه نقدية دائن، لغاية كده الاختيارين ماشيين صح، يبقى هلجأ للبديل الثالث أو المتبقي من العملية. ووقعنا على أنفسنا كمبيالة بالمبلغ، يبقى أنا اشتريت سيارة ب25,000 السيارات مدينة، سددت 5,000 نقدية، النقدية دائن، ووقعت على نفسي كمبيالة. لما أنا بمضي على نفسي كمبيالة، ده أحد الخصوم اسمه أوراق دفع، دي كمبيالة عليا، ده دين عليا، يبقى أوراق الدفع دي زادت الخصوم عليا، والخصوم من العناصر الدائنة تجعل دائن، يبقى أوراق الدفع دائن، يبقى الاختيار الصحيح هو الاختيار إيه؟ رقم داء. واضحة دي؟ يعني هنا الاختيار الأول والثاني متشابهين في الاختيار ألف وباء، اللي فصل الأمور هي البند الثالث في القيد. طيب ممتاز عليك. سؤال 10، قدمت المنشأة خدمات للعملاء بمبلغ 20,000. برضو قدمت المنشأة خدمات، ده يترجم على إنه إيه؟ إيراد خدمات، تقديم خدمة ده إيراد. قدمت المنشأة خدمات ده إيراد بمبلغ كام؟ بمبلغ 20,000، يبقى زيادة في الإيراد، وزيادة الإيراد يجعل دائن ب 25,000. خدنا منها نقدا 5,000، يبقى زيادة النقدية ب 5,000 تجعل مدين، والباقي بموجب كمبيالة وقعها العميل. أنا خدت كمبيالة من العميل، يبقى لنا عند العميل اسمها أوراق قبض. الكمبيالة اللي باخدها من العميل اسمها إيه؟ أوراق قبض. العميل مضالي على كمبيالة، يبقى دي أوراق قبض، وأوراق القبض دي أحد الأصول. بدل كلمة عملاء، عملاء ده أنا عايز من العميل شفاهة، أوراق قبض معناها أن أنا مضيته وخليته يوقع لي على كمبيالة، يبقى أوراق القبض مدين وزادت فتجعل إيه؟ مدين. يبقى الاختيار هنا إيه؟ إيراد الخدمات دائن، النقدية مدين، وأوراق قبض مدين. فين إيراد الخدمات اللي دائن هنا؟ بمبلغ 20,000، يبقى هنا إيراد خدمات دائن في الثلاث عمليات الأخرى. طيب فأين النقدية المدين ب5,000؟ هنا النقدية مدين ب5,000 في الثلاث عمليات الأخرى. طب مين اللي هيفصلها؟ أن ليا أوراق قبض عند العميل، يبقى الاختيار إيه؟ الاختيار ده. واضحة دي؟ يبقى خدنا من العميل 5,000 ريال مدين، خدنا منه ورقة قبض مدين، وعلينا وأصبح لنا إيراد عنده، أو تحقق لنا إيراد لأن قدمنا الخدمة ب20,000 ده، يبقى الاختيار هو ده. سؤال رقم 11، سحب المالك 15,000 ريال نقدا من الشركة. أما المالك بيسحب دي بنسميها مسحوبات، وقلت لكم قبل كده المسحوبات مدين ولا تأتي إلا مدين. أنا قلت لكم رأس المال دائن ولا يأتي إلا دائن، دي كانت مؤشرات مهمة عشان تعرفوا القيود. رأس المال دائن ولا يأتي مدين أبدا، الإيرادات دائن ولا تأتي مدين أبدا، المسحوبات مدين ولا تأتي دائن أبدا، المصروفات مدين ولا تأتي دائن أبدا. الأربع بنود دول ما يجوش غير بطبيعتهم، ما يتعكسوش أبدا. فكلمة سحب المالك على طول تقول لي مسحوبات مدين، يبقى الاختيار دي في حاجات هتبقى واضحة كده بمجرد النظر. سحب المالك فزادت المسحوبات مدين، نقدا يبقى نقصت النقدية، فنقدية الشركة لما تنقص هي أحد الأصول تجعل إيه؟ دائن، يبقى الاختيار دي واضح. أفرح ممتاز. سؤال رقم 12، تم سداد 25,000 ريال من المستحق على الشركة للدائنين، تم سداد 25,000 ريال من المستحق على الشركة للدائنين، سددنا يبقى نقصت النقدية، دفعنا نقدية للدائنين يبقى نقصت النقدية. طيب النقدية اللي راحت دي راحت فين؟ كنا بنسدد دين على الشركة، بنسدد أحد الخصوم، يبقى نقصت الديون اللي على الشركة، يبقى نقصت الخصوم. طب النقدية مدين لما تنقص تجعل دائن، الدائنين ده دين على الشركة طبيعته دائن، لما ينقص يجعل إيه؟ مدين، يبقى نقص الدائنين مدين ونقص النقدية دائن، يبقى القيد بتاعنا هو إيه؟ الدائنين مدين والنقدية دائن، الاختيار بقى. سؤال 13، سددت المنشأة قيمة مصروف الرواتب عن الشهر بمبلغ 25,000 ريال، سددت المنشأة قيمة مصروف الرواتب عن الشهر بمبلغ 25,000 ريال. هو إيه ده؟ ده هنا في بندين، احنا قلنا اي عمليه ليها اثرين، سددت المنشاه يبقى ده نقص نقدي، طالما دفعنا يبقى نقص نقدي. طب اللي الدفع ده ايه؟ كنا بنشتري اصل مثلا، ولا بنسدد دين، ولا بنسدد مصروف؟ لا، قال لك ده قيمه مصروف رواتب، يبقى زياده مصروفات الرواتب، والمصروفات طبيعتها مدين لما تزيد تجعل مدين، والنقديه طبيعتها دائن مدين لما تنقص تجعل دائن، يبقى نقص النقديه دائن، وتسجيل مصروف مدين،
وقلنا ابدا لا تاتي المصروفات دائما، المصروف دائما مزيد. يبقى اي اختيار فيه مصروف دائم ده اختيار خاطئ. يعني بص كده، الاختيار ده ده خاطئ لانه حاطط مصروف في الدائم، مفيش حاجه كده. المصروف ياتي دائما مدين. الاختيار ج ده خاطئ لانه حاطط لي مصروف في الدائم، مفيش حاجه كده. يبقى هنا مصروف يسجل في المدين والنقديه تنقص في الدائم، يبقى الاختيار ايه؟ الاختيار ا. نروح لسؤال 14. اشترت الشركه الات بمبلغ 100,000، يبقى هنا زياده الات، والالات طبيعتها مدين، لما تزيد تجعل مدين. سددت منها 25,000 فقط والباقي على الحساب. هو سؤاله بقى مش عايز قيد، سؤاله بكم تظهر الالات في الميزانيه العموميه؟ مش انت اشتريت الات فاصبحنا نملك الات من ضمن الاصول، هتظهر فين في الميزانيه العموميه؟ هل ب 25,000 ضمن الاصول طويله اجل؟ هي صح الالات ضمن الاصول طويله الاجل ولكنها مش ب 25,000. انا اشتريت الاله ب 100 سددت منها 25، ده موضوع اخر، لكن قيمه الاله اللي انا اشتريتها بكام؟ ب 100. يبقى تظهر الالات ب 100,000، يبقى 25 دول اختيارين خاطئين. ب 100,000 ضمن الاصول طويله الاجل. لا، الالات ما لهاش علاقه، تقديم الخدمات ده ايراد، تقديم الخدمات مجرد تقديم الخدمات ده ايراد. لكن الالات ده اصلا اشتريته، انت رحت اشتريتي سياره. اشتريت سياره من المعرض ب 100,000 ريال، دفعت للمعرض منها جزء وقلت له هقسط لك الباقي. انت الان تملكين سياره قيمتها كام؟ قيمتها قيمه السياره اللي اشتريناها 100,000. بدليل انا لو قلت لك اعملي القيد ده هتقولي لي زادت الالات بمبلغ 100,000 فنسجل الالات مدين ب 100,000. يبقى اذا الاصل يسجل بقيمته، بقيمه اللي اشتريناه بيها. سددنا مو سددنا ده اثر اخر لعمليه الشراء. احنا قلنا في اثرين، شراء الات ده موضوع بقيمه الالات المشتركه. الاثر التابع سددنا كل المبلغ، سددنا جزء من المبلغ لم نسدد الان، ده اثر اخر، نقص في النقديه او علينا دين. لكن الالات بمبلغ بقيمه الالات المشتركه. نفس الفكره بقيمه الخدمات. قدمنا خدمه للعملاء يبقى ده ايراد يسجل بالكامل. طالما قدمنا خدمه. حصلنا من العميل جزء، حصلنا كامل المبلغ، لم نحصل، ده الاثر التابع. ليس له علاقه بقيمه الايراد نفسه، الايراد قيمه الخدمه. ايضا هنا اشترينا اصل، اشترينا سياره، اشترينا الات، يبقى قيمه الاصل المشترى نسجل الاصل. واضحه؟ ممتاز. سؤال 15، أي من الحسابات التالية ليس مدينا بطبيعته؟ أي من الحسابات التالية ليس مدينا بطبيعته؟ طب نشوف كده، المسحوبات، لا المسحوبات من العناصر المدينة. القروض، نعم القروض ده ديون على الشركة، ده خصوم على الشركة دائم، النقدية مدينة والمصروفات مدينة، يبقى الاختيار الصحيح هو أن القروض ليس مدينا بطبيعته. سؤال 16، رصيد النقدية مدين ولا دائن ولا من الأصول طويلة الأجل ولا من عناصر قائمة الدخل؟ النقدية من الأصول، ما لهاش علاقة بقائمة الدخل. النقدية من الأصول ولكنها المتداولة وليست طويلة الأجل. النقدية ليست رصيدها دائن، طبيعتها مدين، يبقى الاختيار ألف. رصيد السيارات مدين أم دائن أم من الأصول المتداولة أم من قائمة الدخل؟ السيارات رصيدها مدين لأنها من الأصول، ليست دائنة، وليست السيارات من الاصول المتداوله، وليست من عناصر قائمه الدخل، لان عناصر قائمه الدخل ايرادات ومصروفات مش اصول. الدائنون وهي من الخصوم رصيدها دائن. الخصوم طبيعتها دائن، ليست من المدين، وليست اساسا من الاصول، وليست من عناصر قائمه الدخل، لانها ولا ايراد ولا مصروف. راس المال من العناصر الدائنه بطبيعته، ليس مدين، وليس من الاصول، وليس من عناصر حقوق، اسف، عناصر قائمه الدخل. ارجو ان الموضوع يكون واضح. لو ليكوا اي استفسارات او شيء ابعتوا لي على الجروب الاستفسارات، حاولوا تحلوا كل الاختيارات اللي انا حاططها لكم بعد كل وحده وانا بعت لكم الحلول بتاعتها، ان شاء الله تكفي وان شاء الله تجيبوا اعلى جريد. الموضوع مش صعب، الموضوع سهل، عايز مننا شويه تدريب وشويه حل، وزي ما انتم شايفين الموضوع كله بسيط ونقدر ان احنا نحل بمنتهى البساطه. اشكركم لحسن استماعكم واشكركم على مشاركتكم في الحل، وانا انبسطت جدا لان كنتوا بتحلوا في معظم الحاجات حلول صحيحه من غير ما تكونوا مذاكرين يعني كاختبار. واتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.